ادي قناه الاهلي في كل مكان. مساء الخير واهلا بحضراتكم، لقاء جديد وحلقه جديده من حلقات الاهلي ليله. والنهارده بعد الفقره الاولى وبعد استعرضنا الاخبار فريقنا الاول لكره القدم واخبار النادي الاهلي بشكل عام، هيكون عندنا حوار خاص جدا مع نجم النادي الاهلي السابق الكابتن احمد رجب، ظهير ايمن النادي الاهلي في فتره من الفترات اللي حقق فيها فريقنا الاول لكره القدم انتصارات على كافه المستويات، انتصارات كبيره جدا في مرحله التسعينيات، جيل التسعينيات على المستوى المحلي والافريقي، جيل كان بيضم كوكبه من النجوم. مع ضيفنا النهارده الكابتن احمد رجب كان بيضم هذا الجيل نجوم كبار، التوأم حسن، الكابتن حسام والكابتن ابراهيم حسن، والنجم ايضا مجدي طلبه، والنجم الغاني الشهير احمد فيليكس، واحد من افضل المحترفين الافارقه في تاريخ مش بس النادي الاهلي، في تاريخ الكره المصريه، وواحد من النجوم اللي كانوا مؤثرين جدا ومن افضل الصفقات الافريقيه او الاجنبيه في تاريخ النادي الاهلي بشكل عام. وهيكون عندنا حوار كبير جدا عن او مهم جدا وفي اسئله كثيره جدا الكابتن احمد رجب عن ذكرياته عن هذه المرحله وانجازاته مع النادي الاهلي وكل القيم والمبادئ وذكرياته الحاجات الرئيسيه او الامور اللي اتعلمها كلاعب كره محترف قبل انتقاله لتجارب اخرى، سواء على مستوى لعب كره القدم كلاعب محترف او على مستوى خبراته التدريبيه كمدير فني او واحد من اعضاء الاجهزه الفنيه في عدد من الانديه داخل وخارج مصر. خلونا نبدا مع حضراتكم فقره الاخبار، بس جدير بذكر ان احنا نشير الى امر مهم جدا. مفيش خلاف اعتقد كل اللي بيتابعنا دلوقتي متفق على ان النادي الاهلي نادي وطني، كيان محب جدا لمصر ومدرك لقيمه هذا الوطن وتاريخ هذا الوطن وحجم هذا الوطن. النادي الاهلي من رموز النجاح ومن العلامات المضيئه في تاريخ مصر بشكل عام وفي تاريخ الرياضه المصريه بشكل خاص وكره القدم المصريه. بس عايزين ناكد للناس ونوضح لحضراتكم كل اللي بيتابعنا، سواء من كان من جماهيرنا الغاليه جدا علينا جمهور النادي الاهلي او من جماهير الكره والرياضه في مصر او في افريقيا والوطن العربي بشكل عام. النادي الأهلي لا يصدر الأزمات، والنادي الأهلي نادي متزن إلى أبعد مدى، وإدارته دائما أبدا إدارات يعني متتالية، مش بس بتكلم عن مجلس الإدارة الحالي بقيادة النجم الكبير الكابتن محمود الخطيب، كان دائما أبدا النادي الأهلي بيبحث عن استقرار الأمور، الجوانب الاحترافية، نقل التجارب الأكثر تقدما في العالم في الرياضة وكرة القدم إلى مصر، وكان هو يعني بيدعو لنقل هذه التجارب إلى بلدنا الغالي علينا جدا مصر، وتطوير منظومة الرياضة وكرة القدم وتطبيق دوري المحترفين وكل الأمور اللي تخلي منظومة الرياضة وقطرة الرياضة أسرع وأفضل وأكثر تطورا في مصر. أعتقد ده لا خلاف عليه، وده مشهود للنادي الأهلي بيه من حوالي من أكثر من 11 سنة، ويمكن من عام تقريبا 2008 والنادي الأهلي بينادي بتطبيق دوري المحترفين واتباع كل الأطر اللي تخلينا أقرب إلى النماذج الاحترافية الناجحة اقتصاديا وتجاريا ومن ناحية تحقيق الأرباح وتسويقيا، بجانب طبعا الأمور الفنية اللي بتعود على منتخباتنا الوطنية وبتخليها أفضل باعتمادها على الأندية الرائدة في الرياضة المصرية وفي مقدمتها النادي الأهلي. النادي الأهلي فقط له بعض المواقف اللي بتكون مبنية على عقلانية شديدة وعلى حقوق متساوية المفروض أن الجميع يتمتع بيها، ولما بيكون له وقفة أو موقف معين بيكون مبني على أنه بيحترم النظم واللوائح والقواعد اللي بتحكم منظومة الرياضة أو إطار الرياضة وكرة القدم والمنافسات الرياضية بشكل عام. عشان كده في بعض الأمور بيتطلب الأمر وقفة جادة جدا حتى تنتظم الأمور، وده اللي كنا بالنادي بيه من الفترة اللي فاتت الموسم الماضي اللي كان مضطرب جدا تنظيميا وإداريا، وكان كل الأندية في مصر منزعجة من اللخبطة اللي كنا شايفينها الموسم اللي فات. عشان كده كان عندنا تفاؤل كبير ان الموسم ده يبقى أفضل، والنادي الأهلي كان مطلبه الوحيد من قبل ما ينطلق هذا الموسم ان الأمور تبقى أكثر انضباطا وأكثر تنظيما، مش افتعال لأزمة أو مش رغبة في الدخول في أي معارك. بالعكس، النادي الأهلي نادي بيحترم الجميع، بيحترم كل المنافسين، ولكن أيضا يحترم حقوقه وحقوق أعضائه وجماهيره. عشان كده أحيانا بيقول يا جماعة لابد أن تكون الأمور بتدار بشكل احترافي، مش للأهواء، مش خاضعة للأهواء، أهواء كيانات أو أشخاص أيا كان اللي بنتكلم عليه. بنتكلم في النهاية أن لازم حقوق متساوية أو فرص متكافئة لكل المتنافسين، خصوصا لما بنتكلم عن الأندية المصرية الكبيرة وفي مقدمتها الأهلي اللي بيكون عنده ارتباطات. طبعا هو دايما بيكون بينافس بالدرجة الأولى وهو الأقرب دايما إلى كل الألقاب في المنافسات المحلية، فضلا عن أنه بيمثل مصر وتاريخه الكبير جدا مع بعض الأندية المنافسة أيضا اللي بتشارك على المستوى الدولي أو الأفريقي، واللي احنا كمان بنحتفي بمشاركتها الدولية لأنها في هذه الحالة بتمثل أيضا الرياضة والكرة المصرية. بس بنوضح للناس أن فكرة النادي الأهلي أحيانا اللي بتتطلب وقفة أو إعادة نظر في بعض الأمور من المسؤولين عن الرياضة أو كرة القدم بتبقى عن حق وعن إدراك كامل، لأنه انتظام المسابقة جزء مهم جدا وأصيل من نجاحها، وأنه الأمور لو فيها فوضى أو عشوائية أو عدم انضباط في ترتيباتها في الجدول أو في الجوانب الزمنية أو في الحقوق المتساوية لكل المتنافسين، ده بيؤثر فنيا بدرجة كبيرة جدا على مستوى المسابقة وعلى قيمتها الفنية.
خلونا ننتقل لتدريبات فريقنا الاول اللي بيستعد للمرحله اللي جايه. في طبعا استعدادات بتجري على قدم وساق بقياده الجهاز الفني بقياده ريني فايلر، بيستعد فريقنا الاول لكره القدم للمرحله المقبله، وخاض بالفعل الفريق تدريباته مساء اليوم وكانت تحت اشراف ريني فايلر، واشتمل المران على جوانب بدنيه، تركيز كبير جدا على رفع الجانب البدني والاستعدادات البدنيه لنجومنا تحت اشراف توماس بينكل مخطط الاحمال، واجرى الجهاز الفني تقسيمه في وسط الملعب بمشاركه حارسين. وكابتن الفريق ونجم خط وسط الفريق حسام عاشور بيغادر المران، شعر بإصابة خلال التقسيمة أو تدريبات الفريق، وحاول طبيب الفريق الدكتور خالد محمود علاجه داخل الملعب حتى يستأنف أو يستكمل المران، ولكن كان في شعور بالألم نتيجة للإصابة، إن شاء الله ما تكونش مؤثرة ويتعافى منها سريعا نجمنا حسام عاشور، ولكن طلب مغادرة الملعب بصحبة طبيب الفريق ولم يكمل التدريبات. وكان في تركيز من ريني فايلر المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي على طبعا الجوانب الخططيه، والتركيز على الاهتمام بتطبيق والالتزام برؤيته وتكليفاته الفنيه وخطط كل مباراه حسب قدرات وطريقه لعب المنافس اللي بيركز عليها جدا فايلر حتى يسيطر على مجريات الامور الفنيه او رتم وايقاع وسيناريو اي مباراه بياخدها النادي الاهلي محليا او افريقيا. ولسه في اهتمام كبير جدا بالتصويب والتسديدات من مسافات مختلفة وزوايا مختلفة على المرمى، لأن دي مهارة أعتقد أن الكل بيشهد أنها أفضل كتير عند فريقنا وعند نجومنا هذا الموسم، وكنا مفتقدينها جدا كواحدة من أفضل وسائل السيطرة على المباريات والتفوق والتهديف، وكان جمهور الأهلي بيطالب بده ومفتقدين ده فنيا في المواسم اللي فاتت، وأعتقد أن الأمور أفضل كثيرا هذا الموسم وتحت قيادة فايلر. في كمان تدريبات إضافية لرباعي الأهلي في مجموعة من نجومنا اللي كانوا في مرحلة استشفاء أو ما كانوش بيشاركوا بانتظام في الفترة اللي فاتت لأسباب مختلفة أو عادوا من الإصابة، محمد الشناوي، سعد سمير، عمار حمدي، محمد محمود، في اهتمام كبير على إعادتهم للتوب فورم بدنيا بسرعة جدا وللجاهزية الكاملة الطبية والبدنية، عشان كده كان في اهتمام برفع الحمل التدريبي لهم وتجهيزهم بسرعة، فبعد ما استكملوا التدريبات وأنهوا المران مع زملائهم التدريب الجماعي للفريق قاموا بالجري حول الملعب وبعض التكليفات البدنية أو التدريبات البدنية الإضافية بعد نهاية التدريب الجماعي للفريق. وشارك رباعي الأهلي في التدريبات البدنية والتقسيمة اللي أجراها الجهاز الفني قبل ما يخضعوا لبعض التدريبات الإضافية بعد نهاية المران، وقدامنا على الشاشة شايفين التدريبات والفريق والجري حول الملعب قبل فقرة التقسيمة وقبل الجوانب الفنية والخططية. وفي تدريبات منفردة مهمة جدا وتركيز على تحسين الأداء، علاج أي أخطاء في الأداء أو في التمركز داخل منطقة جزاء النادي الأهلي لحراسنا أصحاب الخبرات الكبيرة شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، هذا الثلاثي المتميز جدا في حراسة المرمى، وتدريبات قوية على هامش مران للفريق اللي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وخضعوا طبعا لهذه التدريبات المنفردة لحراس المرمى أو التدريبات التخصصية لحراس المرمى تحت إشراف يانكون ميتشل مدرب الحراس. وكان في اهتمام على التحرك الفوتورك الخاص بالحراس والتصدي للكرات العرضية والتسديدات أيضا من مسافات وزوايا مختلفة والارتقاء بالجانب الفني والبدني لحراسنا اللي إن شاء الله نحتاجهم ويكونوا في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية في الارتباطات والمباريات المقبلة على المستويين المحلي والدولي. طبيب النادي الاهلي يتابع البرنامج التاهيلي لمروان محسن من اللاعبين طبعا اصحاب الخبرات وواحد من العناصر الدوليه في فريق النادي الاهلي ومن عناصر منتخبنا الوطني الاول، نجم هجوم الفريق مروان محسن اللي كان بيغيب الفتره اللي فاتت للاصابه بيخضع حاليا لبرنامج تاهيلي وخضع لهذا او بيستكمل هذا البرنامج اليوم على ملعب التتش تحت اشراف الكابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل بالنادي للتعافي من الاصابه الاخيره في الوجه. وايضا حرص الدكتور خالد محمود طبيب الفريق على متابعه مران اللاعب والاطمئنان على حالته والتعرف على مدى استجابته لفتره التاهيل. وايضا خاض مروان جلسه في الجيم وبعض الفقرات التاهيليه داخل الملعب على استاد التتش، وذلك في اطار البرنامج اللي بيخضع له لتجهيزه للعوده من جديد الى المشاركه الجماعيه. إن شاء الله نبقى في أفضل حالاتنا والفريق يكمل مسيرته اللي بدأها بشكل مستقر ومرضي جدا للجماهير، الصفقات الجديدة والأداء الممتع، العدد الكبير من الأهداف اللي بنقدر نحقق بيه الفوز في كل مبارياتنا في الفترة اللي فاتت، وأيضا السيطرة الفنية على المباريات أو التفوق الفني وفرض الإيقاع اللي الأهلي عايز يفرضه على المنافس في لقاءاتنا السابقة، إن شاء الله ده يستمر ويكون له تأثير على النتائج وعلى مشوارنا محليا وأفريقيا. ده كان آخر خبر معنا في فقرة الأخبار، ولسه بنتابع مشاهد من تدريبات الفريق على الشاشة مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل سنعود لاستكمال هذه الحلقة ونبدأ باستقبال ضيفنا الكابتن أحمد رجب.
مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله. وفي بدايه هذا اللقاء بنرحب بضيفنا الكابتن احمد رجب، لاعب النادي الاهلي السابق واحد اللاعبين اللي حققوا انجازات وبطولات كبيره جدا مع نجوم النادي الاهلي، نجوم فريقنا الاول لكره القدم جيل التسعينيات، واللي بدانا في هذا اللقاء او هذه الحلقه بذكر بعض الاسماء منهم على سبيل المثال للحصر زي النجم فيليكس والتوأم حسن والكابتن مجدي طلبة، نجوم كبار وجيل كان مليان هذا الجيل في كل الخطوط بنجوم من أفضل نجوم في تاريخ الكرة المصرية ومجموعة من اللاعبين الدوليين المؤثرين جدا في المنتخبات الوطنية وبشكل خاص منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم. كابتن أحمد رجب مساء الخير وأهلا بيك، سعداء بوجودك معنا النهاردة. مساء النور عليك أستاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي للسادة المشاهدين، وسعيد بوجودي معك النهاردة في بيتك وبتسعدنا ومنورنا في بيتك. حبيبي ربنا يخليك، شكرا على التقديم الجميل دي، تستحقها طبعا وأكثر، لأنك واحد من اللاعبين. طبعا كابتن أحمد كان انتقل قادما من أسوان للنادي الأهلي وبدأ رحلة من الإنجازات مع مجموعة من النجوم في هذا الجيل زي ما قلنا لحضراتكم جيل التسعينيات. كابتن أحمد، قبل ما ننتقل لذكرياتك مع النادي الأهلي ومشوارك على مستوى لاعب الكرة المحترف ثم المدير الفني أو المدرب في الأجهزة الفنية في التجارب اللي اشتغلت فيها سواء داخل أو خارج مصر، احنا عندنا أخبار جميلة جدا على المستوى الاجتماعي أو العائلي إنه كريم وبلال وعبد الرحمن أبناء الكابتن أحمد رجب لعيبة كورة وعناصر مميزة، ومنهم كمان في تجربة الواحد منهم عايزين نقول للناس عليها بره مصر وفي اسبانيا تحديدا. الحمد لله طبعا، الحمد لله طبعا عندي كريم وعبد الرحمن وبلال من اللعيبة المميزين جدا ان شاء الله، بتمنى لهم مستقبل ان شاء الله باذن الله الفترات اللي جاية. يعني كاريكا بيلعب في ريال ساراكوزا، بدا هنا كورة في الانتاج الحربي، مع الانتاج الحربي موسم من اربع مواسم كده، والانتاج الحربي كان لغى فرقه 2003، فبعد كده انتقل لفريق اسمه اتش اف سي، كان المدرب بتاع كريم في الانتاج الحربي كان اخده معاه الفريق اتش اف سي، كان مؤمن بموهبه كاريكا وكان مهتم بيه جدا. فالفريق اتش اف سي ده كان بيعتمد على ان هو بيسوق لعيبه للخارج، فالحمد لله ذهب بمستوى النادي كويس. كان فكره استثماري، فكره استثماري اكتر يعني، فكان يعني مهتمين بكاريكا وكان مؤمنين بالموهبه بتاعته، فبالفعل كان خدوا السيديهات وبعتوها للناس المسؤوله هناك في اسبانيا، الحمد لله الناس تابعوه بشكل كويس. كان في عملوا هنا دوره في نزلوا الخبراء بتوع اسبانيا نزلوا هنا القاهره، كان في زي دوره وديه كده، فالحمد لله اختاروه من ضمن مجموعه كبيره من اللعيبه. هو دلوقتي ماشي بشكل كويس مع فريقه، هو دلوقتي اعتقد انه مرحله 16 17 سنه، مواليد 2003 بالظبط، ومع نادي ريال ساراجوزا. ريال ساراجوزا بس هناك في طبعا التجربه الاسبانيه او الفرقه الاسبانيه من احسن مدارس في العالم، عندنا صوره كمان من احسن مدارس في العالم في من حيث التدريب وطرق اللعب الحديثه وكده، فالحمد لله كاريكا عنده طموح وعنده ومهتم جدا ومركز انه يعني يعمل حاجه كويسه ليه وللبلد ان شاء الله باذن الله، وماشي على خطوه محمد صلاح. يعني تعرف محمد صلاح كمان واخد اسم لعيب كوره جامد قوي، لا الحمد لله بقى ايه الاخبار، مهاراته وامكانياته وقدراته الفرديه كلاعب كوره، هو مركزه ايه في الملعب؟ بيلعب صانع العاب، صانع العاب او جناح، يعني بيلعب مهاجم. بيلعب مهاجم الحمد لله، له مميز جدا الحمد لله، الموسم اللي فات مقدم مباريات اكتر من رائعه، وكان لعب الموسم اللي فات حوالي 23 ماتش احرز 20 هدف، يعني الحمد لله حتى كمان يعني عنده موهبه التهديف. هل في اتصال بيتابعوا معاك منتخباتنا الوطنيه المرحله العمريه اللي فيها كريم؟ هو لسه بيتابعوه بيبصوا عليه مع فريقه عشان يبقى دايما موجود وتحت عينين الاجهزه الفنيه لمنتخباتنا ونستفيد بيه لو كان من العناصر المؤثره. اكيد شرف طبعا ان هو يجي منتخب مصر، بس لسه السن ده لسه السن شوية. لسه شويه، هو مركز برده في حته ان هو عايز يعمل حاجه برده بره، بحيث ان هو لما يجي منتخب مصر يجي يعني يجي كده عنده خبرات، لانه قرب قوي من مراحل منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي كده، يعني لاعب 16 17 خلاص دلوقتي المرحله اللي ممكن يبدا يبص فيها على المنتخب او فرص في المشاركه ويحاول يثبت نفسه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يعني بتمنى له مستقبل ان شاء الله، مستقبل كبير ان شاء الله باذن الله، ويمشي على خطوه محمد صلاح، ان هو من بيحب محمد صلاح قوي، من مثال لي محمد صلاح، محمد صلاح قدوه لي يعني، مثل اعلى من نفسه يبقى زي محمد صلاح ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله يكون موفق في مشواره ويبقى من انجح اللاعبين. وفي بلال
ان شاء الله باذن الله. قول لنا بقى كابتن احمد بلال وعبد الرحمن مع النادي الاهلي في الناشئين. بلال في النادي الاهلي مع فريق النادي الاهلي مواليد 2007. الحمد لله برضو من اللعيبه المبشره، ده كلام المدربين اللي بيمرنوه يعني. الحمد لله بقى له فتره في النادي وماشي كويس الحمد لله يعني. ان شاء الله متوقع له مستقبل باذن الله. بيلعب ديفندر برضو، بيحب كابتن حسام عاشور قوي وحمدي فتحي طبعا قدوته يعني. نجوم النادي الاهلي دلوقتي في المركز ده طبعا. وفي عبد الرحمن واحنا شايفين صوره بلال كمان ده، عبد الرحمن ده بيلعب في اتش اف سي في الفريق اللي كان فيه هنا كاريكا في البدايه كده. هو الحمد لله برضو عنده موهبه وماشي بشكل كويس برضه. عندهم معلومات كافيه عن جيل والدهم الكابتن احمد رجب؟ شافوا تسجيلات لبعض المباريات، شافوا لقطات، شافوا جيلك عمل ايه والبطولات اللي حققتوها مع النادي الاهلي؟ يعني طبعا هم لما بروح النادي كده معايا، فالمدربين طبعا على طول بنده. باباكو كان لعيب في النادي الاهلي، لعيب جامد واخد بطولات وكده. طبعا بيشوف الصور بتاعتي مع نجوم النادي الاهلي طبعا في الفتره اللي انا لعبت فيها، وفي بعض التسجيلات معايا ماتشات برضو بيتابعوها برضو. ده حافز كبير بالنسبه لك؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا. برضو لما يبقى والدهم لاعب كوره برضو بينصحهم وبيفيدهم وبيديهم معلومات برضو في تفيدهم في مشوارهم. اكيد. كابتن احمد، جيلك كان جيل مليان نجوم، قول لي كنت شايف المنافسه ازاي وقت انتقالك للنادي الاهلي؟ بتبقى فرصه المشاركه صعبه جدا طبعا، تلعب في مركز فيه نجوم كبار في الوقت ده، في كابتن ابراهيم حسن كمان خبره كبيره في المركز طبعا ده في النادي الاهلي، وكان الجيل ده التشكيل قوي جدا والبدلاء كمان مستواهم عالي، ففي منافسه دايما. اتكلمنا عن جيلك والمنافسه عشان المشاركه في التشكيل او الدخول في التشكيل الاساسي. أنا طبعا قدامنا طبعا بعض اللقطات التذكاريه او الصور لبعض البطولات اللي حققتوها وبطوله الدوري العام. انا طبعا من طب عفوا المقاطعه كابتن احمد. معانا على الهوا كريم احمد رجب من اسبانيا. كريم مساء الخير واهلا بيك معانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا كريم؟ واحنا طبعا سعداء باستضافه والدك نجمنا، نجم نادي الاهلي السابق الكابتن احمد رجب، هو معانا على الهوا دلوقتي. ربنا يخليك يا كابتن، اتشرف بحضرتك. لازم اتكلم معاك. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ ازيك يا كريك؟ الحمد لله. ازيك يا حبيبي؟ عامل اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. امورك ماشيه؟ كله تمام الحمد لله. اخبار التمرين ايه والاوضاع اللي عندك في برشلونه؟ سامع في قلق برضو كده، اخبارها ايه؟ الدنيا عامله ايه عندك؟ كله تمام، بس اليومين دول في قلق صح، بس اهو اليومين دول عادي يعني. برضه كده الشرطه زبطت الدنيا. طب خلي بالك من نفسك كده وعامل ايه في التمرين؟ اتمرنت النهارده كده وماشي كويس؟ الحمد لله النهارده لعبنا ماتش وكسبنا 3-1 الحمد لله، الماتش كان صعب. طب ما شاء الله قدرنا نحقق الحمد لله. كريم انت سنك دلوقتي قرب جدا من عمر اللاعبين اللي بيدخلوا منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي، هل باصص على منتخب مصر؟ نفسك تبقى لاعب دولي في منتخب مصر للشباب او فريقنا الاولمبي؟ مركز مع ده؟ عايز مستواك يعلى في الفتره الجايه والاجهزه الفنيه تتابعك عشان تكون من عناصر المنتخب؟ طبعا انا حاجه شرفه ليا ان انا العب مع منتخب بلدي. اي لاعب يتمنى ان يلعب مع منتخب بلده طبعا، اي لاعب بيتمنى كده. طب وعلى مستوى مشوارك كلاعب كوره يا كريم، هل ممكن نشوفك في الدوري المصري؟ هل ممكن نشوفك في يوم من الايام في النادي الاهلي؟ ولا طموحك انك تكمل في اوروبا ومبسوط بانك مستمر في مشوارك كلاعب كره في اوروبا؟ واللعب في اوروبا طبعا امكانيات عاليه، لكن في مصر كره بسيطه شويه عن اللعب بره. اللعب بره بيامن مستقبلك اكثر، وطبعا في مصر كره مش قوي يعني. بس انا مبسوط هنا الحمد لله. وانا ان شاء الله لو رجعت مصر ما كانش في توفيق طبعا هرجع في النادي الاهلي، حاجه مصدقه ليا ان انا العب في النادي الاهلي. بشكرك، احنا بنتمنى لك كل التوفيق ونسمع عنك اخبار ايجابيه واخبار كويسه عن نجاحاتك ان شاء الله في مشوارك كلاعب في فريق في الناشئين في فريق من فرق الدوري الاسباني ريال سراجوزا. بشكرك جدا، وباذن الله كمان نشوفك قريب من النجوم الصاعدين في منتخباتنا سواء منتخب الشباب او المنتخب الاولمبي. كريم احمد رجب بشكرك شكرا جزيلا. كريم قال حاجه كابتن احمد معناها ان تفكيره بدا يتاثر بالحياه في اوروبا، قال الكوره بره بتامن المستقبل احسن
بدا يفكر بشكل عملي، فكر في الجوانب الماليه، في القيمه الماليه للاعب وعقود الاحتراف، خلاص فكره بدا يتبرمج على شكل الحياه في اوروبا. اكيد طبعا الاجواء هناك تختلف عن هنا بكتير، يعني بيتكلم برضه في حته ان هو شايف اصحابه هناك وشايف الدنيا هناك مفتوحه وشايف هناك الامكانيات اكثر من هنا بكتير، فهو اكيد بيفكر في كده يعني. خلاص بدا ياخد شكل اللعيب المحترف. اكيد اكيد لازم يتاثر بالاجواء اللي هو عايش فيها برضه. نتمنى يكون اضافه ويكون لاعب مميز وينجح في مشواره باذن الله لحد ما نشوفه مع الفريق الاول في سواء في نفس النادي او في تجربه ثانيه مع اي نادي مميز في اوروبا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن احمد هرجع للمنافسه، كلمنا عن وقت انتقالك من نادي اسوان للنادي الاهلي، هل كان في رهبه وقت الدخول والمنافسه مع النجوم الكبار الموجودين في النادي الاهلي؟ طبعا اكيد اكيد طبعا، انا كنت جاي من نادي اسوان، كان سني لسه صغير، كنت برضو كان جيل النادي الاهلي في الوقت ده كان جيل كبير قوي، كان كابتن حسام ابراهيم وكان كابتن مجدي طلبة، مشير حنفي، نقل نجوم كابتن رضا عبد العال، كابتن وليد صلاح، طبعا نجوم ليها اسماء وليها تاريخ كبير مع النادي الاهلي، فطبعا كنت حاسس بالرهبه، بس من اول يوم دخلت فيه بصراحه كان معامله النجوم الكبيره دي بصراحه ونجوم خارج الملعب وجوه الملعب معامله، كانوا دايما محتضنيني، كانوا بيتكلموا معايا، وانا كنت محظوظ جدا وشرف ليا ان انا تواجدت في جيل النادي الاهلي ده، جيل كان عظيم، جيل كان كله بطولات وكله انجازات يعني الحمد لله يعني. المنافسه في مركز الباك رايت مين ومين؟ كابتن احمد رجب، نجم الكبير الكابتن ابراهيم حسن، مين تاني كان معاكم في المركز ده وشكل المنافسه بينكم؟ الوقت ده كان كابتن ابراهيم حسن، طبعا كان قيمه وقامه كبيره، طبعا كان شرف ليا ان انا كنت موجود معاه، كان بعد رحلته لسويسرا مع كابتن حسام حسن ورجوعهم للنادي الاهلي وانضمام عدد من النجوم بقى فيليكس والكابتن مجدي طلبه نجوم كبار بالظبط كده. كان في الوقت ده كان موجود معانا كان ياسر ريان برده، كان في بيلعب في كابتن ياسر ريان، طبعا كابتن ياسر ريان كان مشير حنفي احيانا بيلعب برده، كانت منافسه قويه جدا، كان شرف لاي حد ان هو بيلعب في النادي الاهلي الوقت ده يعني. ايه الحاجه اللي فرقت معاك فنيا لما لعبت في النادي الاهلي؟ ايه الحاجه اللي اتطورت في ادائك؟ مين المدربين اللي غيروا من شكل اداء اللاعب احمد رجب وغيروا التاكتكس بتاعتك كلاعب، فكرك في الملعب، وخلوك اعلى فنيا من المستوى اللي كنت بتقدمه في اسوان؟ طبعا انا الوقت ده كنت بتمرن مع مستر هولمان، كان مدير فني عالي قوي، كان راينر هولمان الالماني. راينر هولمان الالماني كان مقتنع جدا بامكانياتي، وحتى كان بيدفع فيها، كنت بلعب بشارك معاه بصوره كويسه، كنت طور من ادائي كتير، وكان كنت الحمد لله مميز، اديت ماتشات مميزه معاه يعني. ايه الحاجه اللي فاكر دايما انه كان بيوجهك بيقولها لك راينر هولمان كمدير فني عشان يستفيد بيك اكتر في الملعب؟ لا بقول لي يعني دايما لما يعني دايما تاخد بالك امتى بتجري، ان انا كنت مميز بالسرعه الحمد لله، كنت سريع، كنت دايما كان بيقول لي يعني اعرف هتعمل سبرنت امتى، ولازم تغطيتك العكسيه تبقى مثلا تبقى ازاي، كان بيوجهني دايما يعني، استفدت منه كتير. بقى في التعامل مع الهجمه او مع يعني وانت بتهاجم مع الفريق او وانت بتمنع هجمه على مرمى الاهلي. بالظبط بالظبط. غير ده او طور ده في ادائك؟ طورني بصراحه طبعا الامكانيات، طبعا في كنت جاي النادي الاهلي، فرق كبير بين نادي اسوان والنادي الاهلي، فلا اكتسبت كتير يعني، كنت بلعب مع نجوم كبيره، فاكيد استفدت منهم خبرات ولعيبه على امكانيات عاليه يعني. كمان عايز اعرف اغلى البطولات اللي حققتها مع النادي الاهلي، اغلى فتره بالنسبه لك فنيا في حياتك كلاعب كوره. بطولة الدوري العام، أخدت بطولتين دوري عام مع النادي الأهلي، وبطولة عربية وكأس مصر، وكان بطولة عربية كنت مشارك فيها برضه، وأديت ماتشات فيها على مستوى عالي، فالبطولة دي كنت بعتز بيها يعني. مين الأقرب لك على المستوى الاجتماعي أو الإنساني؟ مين أكتر لعيبة في الأهلي كانوا أصحابك؟ لا كتير لعيبة النادي الأهلي، أنا بقول لك يعني جيل محترم بصراحة، كان يعني كان كابتن أسامة عرابي، كابتن احمد كشري من الناس اللي كانت قريبه مننا قوي، كابتن محمد شرف، بس عارف كمان ان كابتن احمد كشري زميل مشوار في الملاعب من زمان جدا. طبعا كشري من قبل ما انا اجي النادي الاهلي، وكان بتربطني بيه علاقه قويه جدا يعني، زي اكتر من الاخ كمان يعني، كشري من الناس المحترمه جدا والناس اللي تحب تتعامل معاها يعني. واشتغلتوا مع بعض كمان؟ اشتغلت طبعا الفني للترسانة. الترسانة الموسم اللي فات كنت اشتغلنا مع بعض في الترسانة، كشري مدرب كبير استفدت منه،
واستفدت منه بحاجات كتير. يعني نادي الترسانة تجربة كانت مفيدة جدا بالنسبة لي. نادي الترسانة من الأندية العريقة، النادي صاحب إنجازات وبطولات، واخد ستة كأس مصر، فنادي عريق. كان شرف لأي مدير فني يشتغل في نادي الترسانة. فالحمد لله الموسم اللي فات أدينا بشكل كويس، كنا بننافس لحد اخر ماتشات، بس كان في عدم توفيق في الاخر، فالتوفيق يعني ما كانش حليفنا. احمد فيليكس علاقته بالكابتن احمد رجب، وليه كان بيقال انك من اقرب اللاعبين لفيليكس وكنتوا صحاب جدا؟ فيليكس طبعا شخصيه جميله من الافارقه اللي كنت بحبهم جدا، كان دايما بتربطني بعلاقه، كنا دايما بنهرج مع بعض في التمرين، وكان لعيب طبعا كبير فيليكس. عمل تاريخ كبير في النادي الاهلي. كان محبوب، شخصيته كانت مرحه جدا، محبوب من الجماهير ومن الاعلام ومن الصحافه الرياضيه. بالظبط، كان روح الدعابه عنده عاليه قوي بصراحه، كان قريب مني يعني. فكان لعيب محترم جدا، وكان قريب مني بطريقه كبيره يعني. فاكر اول مشاركه لفيليكس مباراه اهلي وزمالك، نزل في الدقائق الاخيره وكان الاهلي كسبان بسكور كويس جدا المباراه دي. كان مع اعتقد ان فيليكس اول مشاركه كانت مع الان هاريس الانجليزي. مع هاريس، انا فيليكس، انا جيت على فيليكس يعني، أنا وهو موجود. ما كنتش لسه موجود وقت الان هاريس. كانت المباراه في الدور الاول، وكان 3-0 للنادي الاهلي. مش فاكر ترتيب الاهداف، لكن كانوا ابراهيم حسن، عبد الجليل، محمد يوسف، يعني الثلاث اهداف، بس مش بالترتيب. انا بتكلم، انا فاكر الثلاث اهداف. أيوة، ابراهيم حسن، محمد يوسف، عبد الجليل، وفيليكس لعب وكان عمره 17 سنه، اول مباراه يشارك فيها، وكان في ثقه بقى الدفع بيه، والاهلي كسبان 3 في الماتش ده. فيليكس خد فتره طويله مع النادي الاهلي هنا لحد ما يتاقلم، برده كان من اللعيبه اللي عمل التاريخ للنادي الاهلي وتاريخ لنفسه. كان لعيب مميز جدا، كان مميز بضربات الراس، كان قوي وسريع، كان عامل دويت مع كابتن حسام برضو، قدوا ماتشات كبيره. هم كانوا دويت هجومي قوي جدا في الفتره دي، فعلا كانوا هم اقوى اثنين يعني في النادي الاهلي. والجمهور دايما بيفتكر اللعيب المحترف اللي بيلعب ماتشات الاهلي والزمالك. طبعا ماتشات الاهلي والزمالك، مباراه الديربي اللي هي مباراه القمه في مصر، او لما كانوا بيتقابلوا في بطوله افريقيا، الجمهور كان فاكر ان فيليكس من نجوم المحترفين اللي كانوا بيجيدوا وبيحرزوا اهداف دايما في مباريات القمه. صحيح. طيب كابتن احمد، هنتكلم عن الجيل الحالي والنجاحات اللي بدا يحققها النادي الاهلي بعد الصفقات وانضمام الاسماء المميزه اللي انضمت خلال الفترتين اللي فاتوا، فتره الانتقالات الشتويه ثم في الصيف في اغسطس الماضي. شايف ازاي فريق الاهلي او المجموعه الحاليه من النجوم؟ فريق الاهلي مع فايلر، مستر فايلر، فايلر مقدمين مستوى مميز. مستر فايلر بيعتمد على الاداء الهجومي، المستوى اتطور معاه بطريقه ممتازه. من اللعيبه اللي ظهرت الفتره دي او من يناير اللي فات، بعتبر حمدي فتحي من اللعيبه من الصفقات القويه جدا، اضافه قويه جدا للنادي الاهلي، لعيب مميز. حسين الشحات من اللعيبه اللي عاملين ادوار ممتازه جدا، لعيب عنده حلول في الملعب، لعيب ذكي، لعيب عنده شخصيه. رمضان صبحي مقدم مستويات رائعه، متفوق على نفسه، مختلف جدا مع مستر فايلر، طور من ادائه كتير، وبتمنى لهم التوفيق الفتره اللي جايه ان شاء الله، وربنا يبعد عنهم الاصابه يعني ان شاء الله، عشان يجيبوا لنا مزيد من البطولات. هل شايف دفاع الاهلي افضل من المواسم اللي فاتت بعد انضمام الاسماء الجديده وبعد رفع مستوى اللاعبين فنيا؟ كان بيقال ان كان عندنا مشكله في خط دفاعنا في السنين اللي فاتت او الموسمين ثلاثه اللي فاتوا. في محمود متولي، انضم ياسر ابراهيم، جاهزيه ومنافسه كبيره بين النجم احمد فتحي وبين لاعب صاعد مميز جدا محمد هاني. يعني شايف ازاي خط الدفاع دلوقتي بالعناصر الموجوده فيه؟ محمود وحيد كمان من الصفقات الجديده في مركز الباك ليفت، مع بقى طبعا العناصر اللي موجوده، سعد سمير، ايمن اشرف، رامي ربيعه وعودته من الاصابه، هل اكتملت قوه خط الدفاع الاهلي دلوقتي؟ لا، خط الدفاع في النادي الاهلي مطمئن لصوره كبيره، خصوصا بعد انضمام محمود متولي وسعد سمير. رجوع سعد سمير كمان خلاص يعني، المفروض هينزل ان شاء الله الماتشات اللي جايه. لا، انا شايف الامور مستقره ومفيش مشكله في خط الدفاع النادي الاهلي، يعني اي حد بيأدي بيلعب ويظهر بصوره كويسه، وده اللي عامله مستر فايلر برضو، مقرب اللعيبه كلها من بعض، في حته التدوير اللعيبه برضو بيعملها بشكل مميز، بحيث انت لو احتجت اي لعيب بتلاقيه بيأدي زيه زي اللعيب اللي هو بتشوف انها اضافه لاي فريق، فكره الاعتماد على عدد كبير من اللعيبه والتبديل كتير والتدوير كتير في التشكيل. طب بس بتبقى بحدود يعني، ما
تبقاش ولا كتير قوي ولا قليل، بحس ان لازم لو احتجت لعيب عندي مثلا اصابات، عندي ايقافات لازم يبقى عندي اللعيب البديل اللي هو ينزل يؤدي بنفس نفس ادوار اللعيب اللي هو الاساسي. فدي كابتن مستر فايلر عملها بشكل كويس قوي. بس نفسي برضو زي ما هو بيعمل تدوير في اللعيبه، حراسه المرمى برضو لازم يبقى فيها حته تدوير، هو معتمد بس على الشناوي. فالشناوي لو حصل مثلا اصابه حصل كده لازم يبقى فيه جون بديل ان هو يعتمد عليه برضو. طيب هنرجع نكمل كلامنا عن فكره التدوير وهل ممكن يتم كمان في حراسه المرمى ولا لا، لان دي قضيه خلافيه. بس احنا عندنا مفاجاه انه صديقك المقرب من غانا على التليفون، نجم النادي الاهلي السابق احمد فيليكس. فيليكس هلو اند ويلكم، وير سو بليز تو هاف يو وذ اس توداي اند ثانكس فور بارتيسيبيتينج وذ اس توداي. ثانك يو فيري ماتش، هاو ار يو؟ ام فاين ثانك يو، اند وي ار هوب يو ار فولوينج الاهلي نيوز اول ذا تايم اند ذا فيكتوريز الاهلي از اتشيفينج. Yes, yes, I'm following Ali. How do you remember your memories with your colleague and one of your best friends during your stage as a professional player in Al Ahli, Ahmed Rajab? Yes, he's a very nice man, huh? He's nice to you. Yes, he's with us today on air. He's listening to you now. Okay. عايز توجه له السؤال او تسلم عليه؟ اتفضل. Felix, how are you, Felix? عامل ايه؟ I'm fine. How are you? How fine, my friend. Fine. Ahmed. تمام الحمد لله. وحشني قوي، وحشني قوي. انت وحشني كتير يا حبيبي، وحشني كتير. اخبارك ايه؟ اخبار وحشني كتير. اخبار الاسره ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام يا حبيبي الحمد لله. اخبار الاسره ايه؟ كويس، كله تمام، كله تمام. تمام حبيبي. اخبار التدريب عندك والشغل اخباره ايه؟ تمام؟ يا كل تمام، كل تمام. بالتوفيق ان شاء الله يا فيليكس. انا سعيد جدا ان انا سمعت صوتك النهارده. والله انا وحشني قوي قوي حبيبي. حبيبي يا فيليكس، بالتوفيق ان شاء الله يا حبيبي كده في حياتك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حبيبي فيليكس. فيليكس again, what are your sweetest memories about the stage in, during which you were one of the professional players in Al Ahli? What do you always remember about this stage? Yes, my greatest memory is when we play against Zamalek and I score against Nadi Said. Was very, very wonderful goal. And you know, I was very, very happy because we played against Zamalek, our arch rivals, and the game was very, very good game. I and Hossam Hassan, we combined together. It was a very nice game. And Reda Abdullahi, very, very attractive game. Wahid Salah Adi. Great players, and I hope these memories will come back again. Do you remember the first time you participated in a match with Al Ahli? Yes. I remember everything. I remember everything. Very, very wonderful moment. Yeah. And you know, Alan Harris, my coach, he helped me a lot. He gave me good opportunity to play, and I was very, very happy about this thing. He gave you the chance to participate for the first time when Al Ahli was leading over Zamalek 3-0. Yes, he gave me the opportunity to play, and I love that moment. It was a great moment, and it was my first match, and we played against our arch rival Zamalek, and I came into this game, and I was very, very happy to play, to have a wonderful game. Yeah. What's your business now? What are you doing now? Your task, your job now in Ghana? Are you still sticking to the football field as a coach? Yes, I'm now the coach of Al Minna Sharks, one of third division team in Ghana, premier team in Ghana, and I'm coaching, and I love coaching because I want to impact, you know, my knowledge into the young ones. Yeah. I want the players Felix Kitil. You know, players who can play like me, and I love coaching because I want to bring some young talents into the system, and they have to take over my game. But you're working as a coach for the first team or the youth players? No, the first team. The first team. Working as the first team. Yeah, yeah. Again, Felix, can you tell us something about Egypt, about the stage in which you were living here in Egypt, playing with Al Ahli? What do you always tell the people everywhere about your very successful experience with Al Ahli? Yes, you know, when I came to Ali, Mustafa Kamel, my best friend in Ali, he helped me a lot because he speaks good English, and he translates for me every time. Yeah. You know, I love, after every training,
We go to a coffee shop, we sit together, we take coffee, you know, and then we stay together. We go to the Nile, me and Mustafa Kamel and the family, and they invite me to their house, and I eat Moroccan, Tamea, yeah. You know, I love this food, you know. I always wish I can eat some again. Mustafa Kamel, you know, Captain Ameshoka, invite me to his house, and we have dinner together and good moments, you know. Have wonderful time with Ali, and I score a lot of goals for Ali, and you know, great memories. And I wish I can come back and do this all over again. Thank you very much. We're so pleased again to have you with us today, participating in this interview. Thank you, and we're looking forward to seeing you again in Egypt, Felix. Thank you very much. احمد فيليكس نجم نادي الاهلي السابق اولا بيوجه التحيه للكابتن احمد رجب، بيقول انه من اقرب الناس واقرب الاصدقاء ليه، بيقول كان شخص ودود جدا، شخص من الشخصيات الجميله اللي موجوده في الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي. بيقول فخور بتجربتي مع النادي الاهلي، لعبت بجانب نجوم كبار اصحاب مهارات خاصه جدا، قال على سبيل المثال لا الحصر نجوم كبار سابقين في نادي الاهلي، حسام حسن، وليد صلاح الدين، مع حفظ الالقاب للجميع. قال هذا الجيل كان مليء بالنجوم، كان في عدد من اللاعبين الفيري سترونج بلايرز، لاعبين على مستوى قوي جدا فنيا وامكانياتهم عاليه جدا، وكان سعيد بالمشاركه معاهم. وفاكر دعم الان هاريس، اول مدير فني تولى تدريبه في النادي الاهلي، المدير الفني الانجليزي الان هاريس، والمره الاولى اللي شارك فيها في مباراه قمه، وتم الدفع بيه والاهلي متفوق بثلاث اهداف في مباراه قمه بين الاهلي والزمالك في الدقائق الاخيره، وده اكسبه ثقه لانه نزل بالفعل والفريق مطمئن انه بيقترب من حسم اللقاء، وادى وقدم بعض اللمسات الفنيه اللي كانت اول تعارف حقيقي بينه وبين الجمهور. قال كنت سعيد جدا بدعم الان هاريس وتوجيهاته ونصائحه الفنيه، وقال سعيد بهذا الجيل من النجوم اللي استفدت منه كتير. كمان اتكلم عن علاقاته الشخصيه، وقال تجاربه في مصر كانت رائعه، اول صديق له كان نجم النادي الاهلي السابق حارس المرمى الكابتن مصطفى كمال، قال كان بيتكلم انجليزي كويس جدا، كان بيصطحبني ونروح نشرب قهوه في مكان ونقعد نتكلم ويحكي لي حاجات كتير، واتعلم منه اللغه وافهم عربي اكتر وافهم حاجات اكتر عن طريقه اللعب وطريقه التدريب واللي عايزينه الاجهزه الفنيه مني وزملائي، وبنتكلم في ايه طول الوقت عشان اقدر افهمهم خلال المباريات، وما اعتمدش فقط على اللغه الانجليزيه. وقال ده سهل عليا المهمه، وكان اول صديق بالنسبه له في مصر. وقال كمان الكابتن احمد شوبير عزمه في بيته، وكان في صداقه اجتماعيه بين الكابتن احمد شوبير وبين الكابتن مصطفى كمال. وقال استمتعت بالاكلات المصريه الشهيره، ونفسي وحشاني جدا الاكلات المصريه الشهيره، ونفسي ارجع مصر، وكنت سعيد جدا بتجربتي وبالحياه في مصر، واستمتع بهذه الاكلات مره ثانيه. وقال انا مستمر في عالم التدريب، وبشتغل كمدير فني للفريق الاول لكره القدم، واحد من فرق الدوري في غانا. وقال انا بتمنى دايما اني انقل تجاربي وخبراتي كلاعب كره قدم محترف في غانا وفي النادي الاهلي للشباب او للاجيال الاصغر مني سنا. ايه رايك في الكلام ده يا كابتن احمد؟ كلام محترم طبعا. فيليكس من الشخصيات الجميله اللي هو ليه ذكريات جميله قوي وذكريات كتيره هنا في مصر، عاش فتره طويله في مصر، عمل صداقات، كان من الشخصيات المحبوبه، وكان زي ما قلت لك عمل تاريخ مع النادي الاهلي لا ينسى يعني. فشخصيه جميله، انا بعتز بيه. كان قوي كمان، كان قوي جدا، مهاجم قوي. انا افتكر في ماتشات كان اللي بيلعب عليه كمان مدافع قوي جدا، لا كان بيتعب اي حد، كان مدحت عبد الهادي. وكان بيبقى الصراع صعب، لان فيليكس كمان كان لعيب امكانياته البدنيه مش الثانيه بس قويه، فقادر يتعامل مع مدحت عبد الهادي كمدافع قوي بدنيا، واللعب والالتحامات بينهم في الملعب، كنا بنشوف مباراه ثنائيات خاصه في الملعب. لا كان بيعتمد على القوه البدنيه والسرعات، كان مميز جدا. فيليكس كان بيلعب بدماغه كمان بطريقه مميزه جدا يعني. فمن اللعيبه اللي اثرت في النادي الاهلي، وكان ليه ذكريات لا تنسى طبعا، وخد بطولات كتير مع النادي الاهلي. لعيب محترم يعني، بيتكلم عربي كويس قوي، بيتكلم عربي كويس. هو دمه خفيف، فيليكس من اللعيبه اللي دمها خفيف، كان بيتعلم عربي بسرعه يعني. يعني كان فاهمك وانت بتكلمه معظم الكلام اللي قلته؟ كان في الوقت ده كان بيتكلم فتره طويله في مصر. طبعا، وبحكم اللون طبعا كان قريب مني، كان فعلا ده كان له تاثير. طبعا كنا بنحن، اللون بيحن زي ما بيقولوا يعني. كان كمان تجربه انكم اول فتره له في النادي الاهلي، واول فتره لك بعدها بالظبط اعتقد كده، واحد او موسمين على الاكثر مع التحقق بالنادي الاهلي، فانتوا جداد على الفريق برضه، تبقى اللعيبه الجديده في اي فريق قريبه من بعض وبتمر بنفس التجربه، لسه بيعرفوا طبيعه النادي ونجاحاته والمطلوب فيه اكتر يعني. اكيد صحيح. طيب هرجع، وهو قال كمان انه لسه متابع اخبار النادي الاهلي، وانه سعيد دايما بانجازات ونجاحات النادي الاهلي. كابتن احمد رجب، هرجع معاك لطريقه اللعب وشكل اداء الفريق الموسم ده، ايه الاختلاف اللي شايفه من بدايه الموسم ده تحت قياده مستر فايلر؟ زي ما قلت لحضرتك، مستر فايلر طور من اداء النادي الاهلي باسلوب هجومي
بيعتمد على الاستحواذ في نص الملعب. اللي منجح كمان طريقته بيعتمد على لعب المهاجم اللي هو المهاجم الوهمي اللي بيعملها بشكل كويس قوي أجايه. في زي تفاهم وتفاهم وانسجام بين رمضان صبحي وحسين الشحات. لما أجايه بينزل يستلم في نص الملعب بيفضي مساحة لرمضان صبحي أو لحسين الشحات بيكمل كمهاجم. فعاملينها بشكل كويس يعني, في تفاهم واضح وانسجام بين اللعيبة. وفيليكس اعتقد كمان كان له تجربه ثانيه في مصر, يعني اتعاقد مع نادي الزمالك فتره من الفترات, يمكن بس ما حققتش نفس درجه النجاح اللي حققها وهو في قمته كلاعب صاعد في النادي الاهلي وقت التعاقد معاه لمده 5 مواسم. انا فاكر ان اللاعب كان 5 سنين وكان بيبتدي مع النادي الاهلي وهو في عز انطلاقته كلاعب. دايما لعيبه افريقيا بيبداوا التالق من مرحله 17 18 بالظبط. هو ده الوقت اللي فيليكس جه فيه مصر فعلا. فيليكس خد فتره طويله طبعا هنا زي ما قلت لك في النادي الاهلي لحد ما يتاقلم برده مع الفريق, جه في سنه صغير بطولاته, اغلب بطولاته واغلب انجازاته مع النادي الاهلي. يعني ما حققش مع نادي الزمالك, كان جاي دي فتره صغيره يعني ما حققش فيها بطولات. كان في وجود حسام حسن برده, كابتن حسام حسن كان ساعتها في الزمالك, فكان برده عامل دوت شويه مع كابتن حسام بس ما حققش الانجازات الحقيقيه في النادي الاهلي. وما عادش نفس الفتره, ما كملش. طيب هنتكلم عن بطوله افريقيا, حلم بنتمنى العوده لصداره القاره الافريقيه وللفوز بالبطوله والمشاركه من جديد ان شاء الله في كاس العالم للانديه. هل المجموعه الحاليه من اللاعبين, التعاقدات الجديده, شكل الاداء الفني بقياده فايلر تؤهلنا ان شاء الله للفوز بالبطوله وتعويض المواسم اللي فاتت؟ لا, الاهلي قادر ان شاء الله ان هو يحقق بطوله, خصوصا ان النادي الاهلي الفتره دي بحاله فنيه وبدنيه وذهنيه محترمه. لعيبه عندها طموح ان شاء الله باذن الله, يعني عايزين نشوفهم ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه ربنا يكرم وياخدوا بطوله القاهره وبطوله افريقيا ونشارك ان شاء الله في كاس العالم للانديه ان شاء الله باذن الله. شايف ازاي المنافسه في بدايه هذا الموسم؟ هل تعتقد المنافسه الموسم ده هتبقى اقوى من الموسم اللي فات ولا ستظل محسومه دايما بين الاهلي والزمالك وقد يدخل معاهم فريق ثالث على اقصى تقدير؟ المنافسه هتبقى برضو بين الاهلي والزمالك وفريق بيراميدز, النادي الاهلي مستقر بصوره زي ما قلت لك, يعني من الانديه المستقره مفيش مشاكل الحمد لله, اداء ونتيجه. يعني الاهلي زمالك بيراميدز, بعد كده ممكن يجي المصري ينافس على المربع, يجي الاتحاد, المقاولين العرب بادئ برضه بدايات كويسه الموسم ده. فان شاء الله نتمنى نشوف ان شاء الله باذن الله مسابقه قويه ان شاء الله وربنا يكرم الاهلي. انتظام المسابقه واهميته على الجوانب وتاثيره على الجانب الفني ده مطلب دايما لانديه مصر, وفي المقام الاول النادي الاهلي دايما بيطلب ان المسابقه تبقى منتظمه, ما يبقاش في اي استثناءات للجداول او تغيير فيها عشان المسابقه تبقى مستقره وكل الانديه تعمل ترتيباتها على جدول ثابت ما بيتغيرش خالص. شايف ده اهميته يا كابتن؟ لا اكيد طبعا, المسابقه لما تبقى منتظمه بيدي برضه بيدي زي تكافؤ فرص, وبيدي زي مبدا المساواه بين الفرق. الدوري بيمشي بشكل كويس. يعني عايز اتكلم معاك عن بعض التجارب السابقه لك في مجال التدريب. لك تجربه خارج مصر في السعوديه تحديدا, اتحاد جده السعودي, هو من الانديه الكبيره في السعوديه. كلمنا عن تجربتك في السعوديه, استفدت منها ايه, اضافت ايه لخبراتك, وهل ممكن يبقى في تجارب ثانيه او ليه ما استمرتش تجربتك في العمل في الاجهزه الفنيه خارج مصر؟ تجربه الاتحاد السعودي طبعا من التجارب اللي انا بعتز بيها. كان نادي الاتحاد جده السعودي من الانديه العريقه جدا في السعوديه, ونادي ليه جماهير طاغيه. الحمد لله تجربه كانت كويسه قوي. كنت انا لما رحت الاتحاد جده كنت ناشئين, بعد كده كابتن عادل عبد الرحمن كان طلع درجه اولى وكان صعدني معاه في الفيرستيم. كان الوقت ده كان سليمان منتاري كان موجود في اتحاد جده, كان محمد نور اسطوره الكره السعوديه, كان ليا الشرف ان انا مرنت اللعيبه دي وتعاملت معاها. كان استفدت كتير من التجربه دي طبعا, اجواء غير, احتكاك مع اجواء تانية, مع ثقافات تانية. الدوري السعودي دوري قوي جدا, من الدوريات اللي هي
قويه، المباريات سريعه، ايقاع المباريات في الملعب سريع جدا. لا اتطوروا بصوره كبيره جدا، بيجيبوا مدربين على مستوى عالي جدا ولاعيبه على مستوى عالي، فالدوري السعودي بقى من اقوى الدوريات في الخليج. الانفاق يعني كمان التغطيه الماليه او التكلفه الماليه للصفقات والتعاقدات ضخمه في السعوديه، الامكانيات هناك طبعا المستوى الفني متاح ان يبقى في اضافات باسماء مميزه للمدربين واللعيبه. لا هناك طبعا اللعيبه المحترفه بيجيبوا لعيبه على اعلى مستوى، لعيبه يعني فرز اول زي ما بيقولوا، فده بيقوي الدوري السعودي. والثقافات برضو اللي بتنقلها المدربين، لما بيجيبوا مدربين على مستوى عالي جدا، فده برضو اضاف للكره السعوديه. طيب كلمنا، احكي لنا كده باختصار مشوارك، الخطوات اللي اشتغلت فيها او تدرجت فيها في العمل في التدريب من وقت اعتزالك الكره كلاعب كره محترف. انا بدات التدريب في اكاديميه النادي الاهلي طبعا بعد ما نهيت مشوار الكره. كان الوقت ده كان معايا كابتن علي ماهر في الاكاديميه، وكان بيضم مجموعه كبيره قوي من المدربين اللي على الساحه حاليا دلوقتي. بعد كده اشتغلت موسم في الانتاج الحربي، وفي نفس الموسم ده جالي عقد، انتقلت للدوري السعودي في اتحاد جده السعودي. بعد الاتحاد جده السعودي رجعت القاهره، كان نادي النصر للتعدين مع كابتن احمد كشري، قدمنا مستويات ممتازه وكسبنا فرق ليها باع في الدوري زي الاتحاد السكندري، زي البتروجيت، زي اتحاد، زي وادي دجله. عملنا موسم الحمد لله، موسم كان رائع يعني الحمد لله، معنا النصر للتعدين. بعد النصر للتعدين نادي بلدية المحلة، كنت أنا وكابتن برضو كابتن كشري اللي بسعيد إن أنا بشتغل معاه، كسبت منه كتير. بعد كده تجربة نادي الترسان اللي هي آخر تجربة الموسم اللي فات، وإن شاء الله الفترة اللي جاية دي بإذن الله في أكتر من عرض إن شاء الله بندرسه، إن شاء الله بإذن الله تدرسوا مع بعض، يعني في اتفاق بينك وفي تناغم بينك في العمل وبين كابتن كشري على إنكم إن شاء الله تبقوا مع بعض في التجربة اللي جاية، في تفاهم بينكم. طبعا أنا من ضمن الجهاز الفني المدرب العام بشتغل مع كابتن كشري، معانا كابتن شريف شعبان مدير كوره من الشخصيات المحترمه جدا معانا. طب خلينا قبل ما نكمل طبعا استعراض اسماء الجهاز الفني او مجموعه العمل اللي بتشتغلوا بيها دايما مع بعض، معانا على الهاتف نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا كابتن احمد كشري. مساء الخير يا كابتن احمد. حبيبي يا محمد، حبيبي، اهلا بيك بنورك وسعداء بمشاركتك معانا في الحوار يا كابتن احمد. يا رب يخليك، ودايما منورين، ومعاك احد نجوم النادي الاهلي الكابتن احمد رجب، يعني ضيف مشرف قناه النادي الاهلي النهارده. تقول عنه ايه؟ احنا عارفين انكم قريبين جدا من بعض على مستوى مشواركم في الملاعب كلاعبي كره قدم محترفين، وعلى مستوى الصداقه والمستوى الانساني يا كابتن احمد. والله بص انا هقول لك حاجه، انا في بدايه عملي انا التدريبي لما اشتغلت مدير فني باكثر من مكان، انا اهم حاجه عندي ان انا يكون معايا مدير مدرب عام ذو كفاءه، عنده خبرات، شخصيه كويسه، شخصيه مؤتمنه في الشغل، يكون فاهم، اكون باثق في ارائه لما يتكلم معايا. فكل الكلام ده يمكن ينطبق على كابتن احمد رجب، يمكن احنا اشتغلنا مع بعض تقريبا في كل الفرق اللي مسكتها في مصر. كابتن احمد راجب كان معايا في مصر التعدين وفي البلديه وفي الترسانه. لا يعني صراحه حقيقه يعني كابتن احمد راجب من المدربين المحترمين جدا واللي عندهم فكر، يعني انا ساعات بقعد مع كابتن احمد راجب بيقول لي وجهه نظره، بلاقي وجهه نظره سليمه. كمان في تفاهم بيني وبينه كويس قوي في الشغل، اسلوبنا السيستم بتاعنا، هو حافظ كل الشغل بتاعي. عشان كده انا يمكن بتمسك بالكابتن احمد رجب بوجوده معايا في اي جهاز، لانه هو فعلا اضافه ليا، اضافه لشغلي، فاهم، بيحب شغله، منظم جدا، يعني مش محتاج ان انا اقعد معاه كتير. النهارده بنجري نتكلم في شغل واقول له النهارده نشتغل شغل بدني كذا، كابتن احمد رجب اللي بينزل وبيشتغل بيحط الشغل كله وبيشرف عليه مع المدربين المساعدين اللي معاه، وعلاقته طبعا باللعيبه علاقته كويسه. يمكن احمد رجب من الشخصيات المحترمه اللي اللعيبه بتحبه، فاحيانا انا كمدرب احيانا ابقى بعيش مع اللعيبه لان بركز شغلي، احمد هو اللي يمكن بيلم الامور كلها مع اللعيبه، فالحمد لله بننجح، يعني احنا تيم ورك يعني الحمد لله بفضل الله متفاهم جدا جدا. طيب كابتن احمد، هل نتوقع انه تجربتك الجايه ان شاء الله لما توافق في التعاقد
مع النادي اللي هتتولى تدريبه باذن الله في الفتره الجايه، هل هيبقى متفق باذن الله على ان جزء من او الاختيار الاول ضمن الجهاز المعاون الكابتن كشري هو كابتن احمد رجب؟ كابتن احمد رجب عندي رقم واحد في اي جهاز، وانا يمكن رفضت نادي ونادي كبير بدون ذكر اسمه، لان في انديه جات لي او كلمتني ان انا اجي لوحدي كمدير فني بره مصر، وانديه كبيره وليها باع كبير في الخليج وفي الوطن العربي، وانا رفضت، لان قلت لهم المدرب العام معايا ده الشغل هو اللي بينجحني. فطبعا الكابتن احمد رجب انا ما اقدرش استغنى عنه، لان انا زي ما قلت لك واحد فاهم الشغل كله، محترم، شخصيه قياديه، ملم بكل الشغل بتاعي، في تفاهم بيني وبينه، وده بيبقى اهم حاجه. انا شايف نجاح اي مدير فني الجهاز اللي معاه، خاصه ده بيقولوا دراعه اليمين اللي هو المدرب العام، ودي كل الصفات دي تنطبق على الكابتن احمد رجب. وكل الانديه يمكن عارفه ان انا لما بروح اي نادي الكابتن احمد رجب معايا، خاصه ليه اسم كبير، نجم كبير، لاعب منتخب مصر، لاعب النادي الاهلي، لاعب في الاسماعيلي، لاعب في انديه كبيره، فيعني اكيد هو اضافه لاي مكان انا بروحه، بالعكس بيعلي اسمي اكتر لما يكون معايا نجم كبير من النادي الاهلي بحجم الكابتن احمد رجب. كابتن كشري، هل بتميل بقى بشكل عام بعيدا عن اختيار الكابتن احمد او ثقتك في قدراته لفكره ان المدير الفني يبقى رايح اي نادي او تجربته في التعاقد مع اي نادي بيشكل من خلالها جهاز فني او قادم ومعاه جهاز فني متكامل هو اللي بيختاره، افضل من تجربه ان نادي يتعاقد مع مدير فني وهم اللي يعينوا له جهاز معاون له؟ والله بص انا هقول لك حاجه، للامانه انا قلت لك يمكن شويه ان في انديه جت كتيره وانديه اسمها كبير قوي، اي مدرب في مصر يتمنى ان هو يروح يدربها، انا رفضتها لان انا اتمسكت بالجهاز بتاعي الثاني، انا معايا جهاز متعاون متفاهم فينا ميزه كويسه قوي ان احنا بنقفل على الشغل بتاعنا، كل حاجه في الفريق احنا بنبقى ملمين بيها، علاقتنا باللعيبه الحمد لله عندنا توازن في التعامل مع اللعيبه، فطبعا الجهاز بتاعي هو اهم حاجه، وانا الحمد لله معايا كابتن احمد رجب يعني من الناس اللي طبعا يمكن لسه قايل معروف جدا، ومعايا ناس ثانيه يمكن كان اشتغل معايا شريف شعبان في نادي الترسانه مدير كوره، فرق معايا كتير قوي قوي بعلاقاته بينه الحاضر وعلاقته باللعيبه، معايا ناس اشتغلت كابتن عصام محمود بتاع اني مدرب الحراس، واشتغل معايا قبل كده احمد كابتن احمد صابر المقاولين، والكابتن اشرف عبد الرشيد النجم الكبير بتاع المنصوره والمحله، فلا الجهاز عندي اهم حاجه، يعني انا اختياري لاي نادي، اي نادي عارف لما تيجي تتكلم مع احمد كشري الجهاز رقم واحد، لان الناس دي بتعمل شغلها وبيطلع شغلنا الحمد لله في الفتره ده يعني متفاهم، وبنركز في الحته التكتيكيه، يمكن هم بيركزوا معايا في الملعب اكتر، وبديهم ساعات حجم شغل في الملعب من خلالي طبعا، ده بيديني انا حريه شويه في ان انا افكر اكاتش، يعني بمعنى صح المدير الفني لازم دماغه تبقى متفرغه اكتر في قرايه المباراه، اكتر من تفاصيل التدريبات، اكتر من اكتر ما ينشغل بتفاصيل التدريب نفسه، لازم يشتغل على الكوتشنج اكتر، خطط وطريقه اللعب المناسبه لكل منافس وكل مباراه. بالظبط، كابتن احمد رجب هو يعتبر شغلي انا في الملعب. رجب بنيجي نقعد مع بعض انا والجهاز، النهارده عندنا شغلنا الاسبوع بتاعنا كله هنشتغل كذا، النهارده الحمل بتاعنا كذا كذا كذا، هو بينزل ينفذ الشغل كله، وانا بيبقى شغلي كله الفني، بشتغل التخصص مع اللعيبه، ببقى عيني على اللعيبه اكثر من اللي فايق، من اللي حالته كويس، من اللعيب اللي يناسب المباراه دي، ببقى بتفرج على الفرق اللي بلعبها حتى على مستوى الدرجه الثانيه، بتفرج عليها ماتش واثنين وثلاثه واقراها كويس قوي، فكل ده مهم، ده اللي بينجحنا الحمد لله، يعني بفضل الله احنا ما بنخشش نادي، واسال يمكن احمد رجب، ما بنخشش نادي الا ما النادي ده بيطلبنا ثاني، يعني النادي ده بيرجع يدور علينا ثاني ويجيبنا، لان احنا بنبقى ناجحين وبنشتغل معاهم كويس جدا، وبنعمل لهم فرقه الحمد لله، يعني او نتائجنا الحمد لله بتبقى كويسه، فده سر نجاحنا الحمد لله، يعني انا المدربين اللي بشتغل في مكان الانديه بتطلبني ثاني الحمد لله. فضل. موفق باذن الله، ونتمنى نشوفك في تجربه مميزه مع جهازك المعاون قريب يا كابتن كشري، وبشكرك جدا، سعداء بمشاركتك معنا في الحوار، شكرا جزيلا كابتن كشري. تعليقك يا كابتن احمد على اللي قاله الكابتن احمد كشري، اشادته بيك على مستوى العمل، على مستوى الصداقه والزماله في الجهاز الفني وعلى المستوى العملي كمان. زي ما قلت لحضرتك استاذ محمد، كابتن كشري شخصيه محترمه جدا، انا بتشرف، كان لعيب كبير قوي، انطلاقته مع الاهلي كانت مش معقوله، لا كان لعيب كبير طبعا، حد محترم، ان ده اللي بيدل على ان هو شخصيه محترمه، والكلام اللي قاله ده كلام طبعا وسمع على صدري، ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ان شاء الله المرحله الجايه باذن الله،
ان شاء الله ونعمل نحقق حاجه نجاحات كويسه مع بعض ان شاء الله باذن الله. هل في فرص شايف الجيل اللي جاي، الجيل اللي هو طالع دلوقتي، علي ماهر، احمد كشري، ايهاب جلال، مجموعه من المدربين اللي سنهم اصغر نسبيا من الاجيال اللي تعودنا انها موجوده في الملعب من المدربين المصريين، هل المدرب الشاب دلوقتي بدا ياخد فرصته وفي فرص اكتر شايفها تتاح للمدير الفني الشاب في الدوري المصري؟ في فرص، في فرص طبعا بنجاح، ما كل ما حد من المدربين الشبان بينجح بيتيح لنا احنا الفرصه ان احنا برضو بيفتح لنا السكه ان احنا نشتغل برضو. يعني شايف التجربه بتاعت كابتن ايهاب جلال ما شاء الله ناجح من المدربين المحترمين جدا في مصر، بدليل انه ترشح لمنتخب مصر، ده منتخب مصر طبعا. كان مرشح قبل الكابتن حسام البدري، فدي حاجه كويسه. او كابتن علي ماهر من المدربين المحترمين، مش معنى ان هو قدم استقالته من نادي انبي او ما نجحش مع نادي انبي ان هو مدرب لا ما يقللش منه. وارد ان انت تبقى مش موفق، وارد ان ممكن يكون في مشاكل، مفيش الادوات اللي تساعدك بالصوره الكافيه، فلا المدربين الشباب اثبتوا الفتره اللي فاتت نجاحات كبيره. لا وانا طبعا هنا مش بصنف على اساس المدرب ده اسمه فين في السوق، يعني في الماركت نفسه، في بورصه المدربين. يعني لو بالحسابات دي خلاص كابتن ايهاب جلال بقاله يعني بصمات واسمه اقدامه راسخه جدا في الدوري الممتاز بدليل ترشيحاته زي ما قال كابتن احمد رجب للدوري للمنتخب الوطني الاول. انا بتكلم عن الجيل ده بشكل عام، حتى لو مدربين بيشتغلوا ممتاز، مدربين بيشتغلوا القسم الثاني او الدرجه الثانيه، بس فكره الاهتمام بالجيل ده وانه ممكن نبدا شويه نشوف فكر جديد وجيل اصغر من طبعا يا ريت. انا بتمنى طبعا حتى مجالس الادارات الانديه انها تطور من فكرها، يعني مع احترامنا للاجيال القديمه، الاسماء القديمه بتاعت المدربين، مدربين احنا اتعلمنا منهم وحاجات كتير واستفدنا منهم، فالمفروض ان المدربين الشباب برضو ياخدوا فرصهم لان في فكر جديد وفي الدنيا بتتطور. يعني فلازم يكون الفتره الجايه المدربين الشباب برضو ليهم دور. طب نسال اسئله صعبه شويه، نتكلم بصراحه. الجيل الشاب ده من المدربين بيعتمد على نجوميته السابقه، خبراته كلاعب كبير في اهلي زمالك منتخب مصر، ولا بيدرس بيطور نفسه بيقول بس انا عندي النو هاو بتاع اللعبه، عارف طريقه اللعب وعارف ده من خبراتي وخدت بطولات كلاعب محترف، ولا بيبدا يقرا كتب، بيبدا يدور انه ازاي يطلع بره مصر او ياخد دورات تدريبيه يحصل على لايسنس معتمده دوليا، يعني عشان يبقى مدرب كفء ومؤهل؟ لا طبعا لازم دراسة. الخبرة، خبرة اللعب وخبرة، يعني مش بشرط ان انت تبقى مدرب كويس، لا في بقول لك العلم اتطور، علم التدريب علم. فلا طبعا انت عندك مثال مثلا احمد كشري من فترة طلع عمل دراسات بره في السويد، واخد دورة تدريبية في السويد، فالراجل بيشتغل على نفسه وبيطور من نفسه كل يوم في جديد في التدريب. فأكيد طبعا مش من فراغ ان كابتن ايهاب جلال ان هو مثلا يوصل للمرحله دي، ان هو لا درس. وكابتن ايهاب انا عارف بيشتغل على نفسه كويس، في كان في اكتر من مدرب، في كابتن، في مؤمن سليمان كمان من المدربين، المدربين الشبان الكويسين، اشتغل على نفسهم، بيطلع ياخد دورات بره من الناحيه التثقيفيه، ولازم انا اطور نفسي واشوف الجديد ايه واشتغل عليه. يعني شايف التاهيل والدراسه ده اكيد مهم؟ اكيد طبعا اكيد لازم. طب هل ده متاح لكم في مصر بشكل كافي، ولا اللي عايز يطور نفسه بيضطر لحد دلوقتي يسافر بره؟ تاهيل المدرب وتجهيزه والخبرات العلميه اللي بيحصل عليها والدرجات العلميه، لا هل ده متاح عندنا ولا لسه مش؟ لا برضه مش متاح بالصوره الكافيه، بدليل ان ما كانش مثلا في مدربين كتير انا اعرفها بيطلعوا دورات بره بيسافروا وكده. فده لو متاح هنا طب هتعب نفسي ليه واسافر وكده؟ لا لازم يشتغل على نفسه ويدور على الجديد ايه، وبيطور من نفسه وبيشوف الخطط اللعب الجديده، ويشوف مثلا المدارس الجديده اذا كان المدرسه الاسبانيه، المدرسه السعوديه زي ما كشري كان عامل كده. فلا لازم اشتغل على نفسي واطور. طيب يعني لازم انا اروح اجيب المعلومه، ما استناش المعلومه. حدوته الفيديوهات، الشرايط، السي دي، انه المدرب يقدر ينقل لنفسه كل الخبرات الموجوده عالميا بانه يتابع سي دي في برامج تدريب ويجيب احدث سيديهات للتدريب. هل الكلام ده كلام علمي وكلام عملي؟ ممكن يدي بعض الخبرات ويبقى مفيد، بس هل هو كافي زي الحصول على لايسنس متقدمه في التدريب؟ هل هو بنفس درجه الكفاءه ولا لا؟ زي ما اخد رخصه تدريب. ما هو ممكن، بس انا النهارده لما اجي اطبق فكري مثلا بره، ما هو الفكر اللي بره ده غير الفكر اللي موجود هنا. لازم انا على حسب الامكانيات والادوات اللي موجوده معايا انا بشتغل على الادوات دي، انما بره مش بشرط ان انا اروح اجيب تجربه بره واجي اطبقها هنا، ممكن ما تنجحش.
فاهمني؟ انا بشتغل على الادوات والقماشه اللي عندي والامكانيات اللي عندي هي اللي بتحدد لي ان انا هشتغل ازاي مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع, الـ مع الفريق ده او مع التيم ده. فمش شرط ان انا اجي انقل ثقافه، ممكن الثقافه دي او الـ 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 الماده التدريبيه دي ما تمشيش معايا، مش شرط لا. فاهمني؟ ايه عيوب المجال؟ ايه الحاجات اللي نفسكم تتخلصوا منها في المجال عشان الفرص تتطور ونجاحاتكم كمدربين تبقى اكبر ومستوى الكوره عندنا يتطور اكتر؟ ايه المشكلات اللي لسه ما قدرناش نتعامل معاها او نعالجها في مجال الكوره لحد دلوقتي؟ كمشكلات يعني في التدريب؟ فنيه، في التدريب، في الامكانيات، في الجانب العلمي، في اي شيء بتشوف انه معطل شغلكم كمدربين في مصر؟ لا هو معطل شغلنا احنا كمدربين شباب، احنا بنثقف نفسنا زي ما قلت لك وبنحاول نجيب الجديد ونشتغل عليه، بس التفكير او مجالس ادارات الانديه برضو التفكير القديم بيحب يعتمد على المدرب اللي هو مدرب اسم، مدرب سي في، مش شرط سي في، ما السي في ده يعني معلش مع احترامي احنا اتعلمنا زي ما قلت لك كتير من المدربين اللي هم الاجانب والمدربين الالمان والانجليز، الخبرات الكبيره بالظبط، لا حتى المدربين اللي هم المصريين استفدنا منهم كتير. فجاء الوقت اللي احنا يعني لازم ناخد فرصنا كشباب، واخد بالك، ومجالس الادارات الانديه لازم برضو تطور الفكره دي، يساعدوا الشباب برضو ان هو يديله فرصه ويشتغل ويقف جنبه ويوفروا الامكانيات والادوات اللي تساعده على النجاح. طيب هيشارك معنا على الهاتف الكابتن شريف شعبان، الزميل السابق طبعا وعضو الجهاز الفني ومدير الكوره السابق في نادي الترسانه مع الجهاز الفني اللي كان بيقوده كابتن احمد كشري، والمدرب العام كان كابتن احمد رجب. مساء الخير يا كابتن شريف. مساء الخير، تحياتي ليك محمد الاعلامي الكبير قناه النادي الاهلي واحسن مدرب في مصر كابتن احمد رجب، المدرب الخلوق والمدرب المحترم اللي كلنا بنحبه، وكان شرف كبير ليا ان اشتغل مع كابتن رجب وكابتن كشري، يعني حاجه اتعلمت منهم كتير وبفضل اتعلم منهم، وناس افاضل وبالذات الكابتن رجب، يعني اللي ما اشتغلش مع الكابتن رجب والكابتن كشري فاتوا كتير. حبيبي كابتن شريف، ربنا كرمني بالكابتن رجب والكابتن كشري وضافوا لي كتير وفرقوا معايا كتير في حياتي المهنيه. يعني كنا من دقائق قليله جدا بيتكلم معانا على الهاتف كابتن كشري، وكان بيقول يا كابتن شريف انه حريص على استمرار جهازه المعاون معاه في اي تجربه جديده، بيقول انه وصل لدرجه من التفاهم والتناغم مع الجهاز المعاون بتخليه بيركز وبيصر على وجود الجهاز ده. يا ريت تكلمنا عن ازاي كل الاجهزه الفنيه بتقدر تحقق درجه التفاهم دي اللي تخليهم يقدموا تجارب مميزه دايما مع اي نادي بيتولوا المهمه الفنيه فيه. اقول لك يا استاذ محمد، يمكن التناغم والفكر يبقى واحد ويبقى فيه يعني العشره، وانت بتقرب من الكابتن كشري ومن الكابتن رجب وتبقى عارف خلاص من النظره، ممكن عارف ده بيفكر في ايه، الكابتن كشري والكابتن رجب فنيا محتاجين ايه، انت كجهاز اداري لازم توفره لهم في كل حاجه تخصهم عشان تريحهم في الملعب على قد ما تقدر. فخلاص الانسجام بيوصل بينا لمرحله كبيره، كمان في الصفقات اللي عاوز الجهاز الفني محتاجها تقدر تخش وتجيب الصفقات اللي هو عاوزها، فكل دي عوامل بتفرق مع المدير الفني مع المدرب العام عشان يقدروا ينجحوا. الكابتن كشري والكابتن احمد رجب عاملين تيم كويس قوي، دخلت في وسطهم قدرت اتعلم منهم وقدرت اعرف هم عاوزين ايه وهم محتاجين ايه، قدرت يعني اكمل لهم اللي هم عاوزينه، فقدرت اوفر لهم المناخ الجيد اللي هم قدروا يشتغلوا فيه وينجحوا. فعلا الجهاز اللي معاهم بيفرق 180 درجه، لما يكون في جهاز منسجم اذا كان اداري او اذا كان فني بيفرق في المقام الاول للمدير الفني، بيخلي المدير الفني يركز فقط في الملعب، فبالتالي بيبقى في نتائج، فبالتالي المؤسسه او النادي اللي فيه موجود في الجهاز بينجح بكل المقاييس، يعني الا بقى لو مفيش توفيق دي حاجه ثانيه بقى. اكيد. كابتن شريف، مشكلات المجال، لسه كنت بسال كابتن احمد كمدرب عام رايه في مشكلات الكوره في مصر او مجال الكوره للمدربين، عايز اسالك على مستوى مهمه المدير الفني، ايه ابرز العقبات اللي بتواجهكم وبتتمنوا انها تتغير بشكل او اخر عشان تطوروا شغلكم اكتر؟ يمكن الكابتن كشري مؤخرا جاله عروض بره مصر وجوه مصر، ويمكن لحد الاسبوع اللي فات كان بيجيله عروض، ولكن بعض الانديه بتبقى عاوزه المدير الفني فقط، بتبقى عاوزه المدير الفني مثلا معاه واحد بس في الجهاز، والكابتن كشري مختلف شويه، الكابتن كشري من نوعيه المدربين اللي بيحب يخش بجهازه عشان يقدر يشتغل عشان ينتج من اول يوم. فرؤساء الانديه ومجالس الادارات لازم يبقى عندها الوعي ومن الثقافه ان كل ما بتريح المدير الفني وبتوفر له الجهاز المعاون اللي يقدر يخلي الراجل يشتغل، بيقدر يخلي الراجل يعيش في جو هادي يقدر ينتج فيه، بالتالي النتائج هتعود على رؤساء الانديه ومجالس الادارات. لكن مجالس الادارات بتفكر تجيب مدير فني فقط لوحده وتشكل له هي الجهاز، فبالتالي ما بتلاقيش انسجام، ما بتلاقي مشاكل من اول يوم مع الجهاز المعاون وبين المدير الفني، فبتلاقي النتائج
مش خدنا الا بقى طبعا الا ما رحم ربي لو التوفيق ماشي والقصه ماشيه او الكيمياء مشيت مره واحده. فطبعا الانسجام بيفرق كتير جدا في الكوره بالذات لما يكون المدرب العام المدير الفني بيثق فيه جدا، يكون المدير الفني بيثق في مدير الكوره جدا، كل ده بيجيب نتائج في الاخر. لعيبه الكوره كمان بتحس ان ما يلاقي الجهاز بيحب بعض بالتالي فبيعود ده بيبقى له تاثير ايجابي عليهم في الاداء والنتائج. طيب كابتن شريف، اكيد تمام. الجمهور حابب يعرف رؤيتك كمدير مدير كوره الموسم اللي فات مع نادي الترسانه، نادي له جماهيريه، نادي له اسم كبير، نادي عريق قدم نجوم من اشهر نجوم الكوره المصريه وله باع كمان وتاريخ من البطولات اللي حققها هذا النادي العريق. توقعاتك لنادي الترسانه وواقعه على خريطه الكوره في مصر، وايه الفرص المتاحه لنادي الترسانه فنيا في الفتره الجايه من وجهه نظرك وخبراتك بالفريق؟ يمكن النادي الترسانة بيمتاز ان عنده مجلس اداره عنده وعي كبير وبيصرف كويس جدا وعنده طموح ان يصعد فيه الفريق اللي هي الدوري الممتاز طبعا برئاسه النائب طارق سعيد والنائب والمستشار راجح وهبه طبعا ما بين صندوق الكابتن صلاح عبد الفتاح. عندهم طموح، عندهم الشغف عالي عشان الشغف يوصلوا بيه للدوري الممتاز المكانه الطبيعيه جدا للشوكيش الكره المصريه. يمكن السنه اللي فاتت اجتهدنا كجهاز ولكن التوفيق غاب عننا في اخر مباراتين. باذن الله السنه دي بيقودوا جهاز فني اهلاوي ايضا بقياده طبعا الكابتن الكبير الكابتن علاء ميهوب، نتمنى له باذن الله التوفيق وباذن الله يوفق. بكره هيبداوا اول مباراه ليهم مع منتخب السويس، هتكون الساعه 3 في ملعب حسن الشاذلي. فباذن الله رب اتمنى لهم بكره التوفيق وباذن الله يكونوا موفقين في اول تجربه رسميه بقياده جهاز اهلاوي. وباذن الله مجلس اداره طالما مجلس اداره موفر كل حاجه باذن الله النتائج تكون موجوده السنه دي، والتوفيق اللي غاب السنه اللي فاتت عننا والسنه اللي قبل منها واللي قبل منها واللي قبل منها تكون موجود السنه دي. انا بس سعيد يا استاذ محمد اني معاك واحد بجد يعني طيب جدا، لعيبه بتحبه جدا وتعرف الكلام ده في وسط الموسم. عاوز اقول لك يعني الكابتن راجب ما كانش بيعرف ينام طول الليل، كانت من كتر الارق وقبل ليله المباراه بتبقى كان بيبقى على طول ارق وعلى طول تعب. ففعلا مهنه التدريب ديت مهنه شاقه جدا ومهنه صعبه جدا، ولو الناس تشوف المدربين بيتعبوا قد ايه في الاوضه المغلقه هيعرفوا ان فعلا مهنه المشقه والمتاعب بجد يعني. أشكرك شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في الحوار كابتن شريف شعبان المدير الفني سابقا مدير الكرة عفوا سابقا في نادي الترسانة. بتمنى لك كل التوفيق كابتن شريف وبشكرك على المشاركة معنا في الحوار. تعليق على كلام كابتن شريف انه بيقول ان في جهد كبير قوي بيبقى في الكواليس وبعيدا عن الأضواء من كل فريق العمل في كل جهاز فني عشان النادي يقدم المستوى اللي الجماهير بتتمناه. هل فعلا بتشوف ان الاعلام او الجماهير مش مدركه احيانا في بعض الانديه حجم الجهد اللي بيبذله الجهاز الفني؟ طبعا ده اكيد يعني مهنه التدريب زي ما كابتن شريف بيقول لك مهنه البحث عن المتاعب. فعلا احنا الموسم اللي فات في نادي الترسانه اتعرضنا لكميه ضغوطات ومشاكل وبالذات لما بتمرن في نادي جماهيري لا بيبقى الموضوع مختلف. يعني الجماهير مش طالبه منك عايزه مكسب وخلاص، يعني مش عارفين طب انت الدنيا ماشيه ازاي. لا احنا بنتعب بجد. يعني السنه اللي فاتت دي تعرضنا انا وكابتن كشري لضغوطات كبيره جدا، يعني انا في اكتر مباراه انا كنت بتعب فعلا يعني. فكنت اتمنى طبعا العقبة. لو بتدي نصيحه لزمايلك الجهاز الفني اللي تولى المهمه حاليا في نادي الترسانه وبتتمنى لهم التوفيق في التجربه والصعود طبعا كابتن علامة، ايه العقبه اللي حالت دون صعود او ترقي نادي الترسانه الممتاز؟ لا هو العقبه طبعا زي ما قلت لك هو الجهاز الفني اللي موجود حاليا في نادي الترسانه. بتمنى التوفيق طبعا للكابتن علامة يهوب مدرب كبير وجهازه الفني طبعاً. راجل محترم. بقول له تشتغل ومالكش دعوه باي حاجه باي ضغوطات باي كلام، انت خليك في شغلك وبس. اي ضغوط ممكن تشتت؟ لا اي ضغوط ممكن تشتت طبعا طبعا. بقول لك الانديه الجماهيريه ونادي الترسانه من الانديه دي فعلا يعني يعني ما بيعجبهمش العجب زي ما بيقولوا. فانت النهارده كجهاز فني لا انت مطالب ان انت تشتغل تقفل على الجهاز الفني بتاعك وعلى لعيبتك وتشتغل وتعمل اللي عليك واخد بالك وان شاء الله ربنا يكرم. اهم حاجه كمان يا استاذ محمد عامل التوفيق طبعا. يعني ممكن تبقى معاك كل الادوات من 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 ادوات بتساعدك على النجاح من لعيبه لامكانيات لكل حاجه ومفيش توفيق الدنيا بتبقى صعبه. ان شاء الله يبقى التوفيق حليف الجهاز الحالي وكابتن علاء ميهوب واحد من النجوم ومن ولاد النادي الاهلي ويكون موفق في تجربته ويصعد او يعيد تاهل وصعود هذا النادي العريق اللي اكيد بنتمنى نشوفه بيتوهج ويتالق مره ثانيه في الدوري الممتاز المصري لكره القدم. كابتن احمد اسئله في الدقائق الاخيره عن الاختيار اللي وصلنا له في النهايه واللي استقر المسؤولين عن الكوره على هذا الاختيار بتكليف الكابتن حسام البدري لتولي المهمه بعد ما
مرحله كبيره من التعاقد مع خبراء اجانب او مدير فني اجنبي لمنتخبنا الاول، شايف ازاي القرار ده؟ قرار حكيم طبعا، وكان انا من المؤيدين لفكره المدير الفني الوطني. احنا اغلب الفترات النجاحات اللي احنا نجحناها مع مدربين وطنيين، كابتن الجوهري الله يرحمه، كابتن حسن شحاتة. فكابتن حسام بدر ان شاء الله من المديرين الفنيين اللي عندهم سي في قوي، عنده امكانيات، عنده خبرات، جاب بطولات للنادي الاهلي، وقادر على انه يقود منتخب مصر ان شاء الله الفتره اللي جايه، رجع لنا امجاد زمان ان شاء الله باذن الله، ان احنا نأدي بصوره كويسه ان شاء الله. الناس ما كانتش راضيه عن اول ظهور للمنتخب ولو مباراه وديه، ولسه الاختيارات في مرحله اوليه وفي مراحل تجريبيه كتير طبعا مع كل جهاز فني جديد. الظهور الفني لمنتخبنا امام بوتسوانا، الناس بدات تقول ده منتخب بوتسوانا المفروض انه اقل منا، تاريخه، بطولاته، امكاناته اقل، لعيبه المحترفين يعني المفروض ان الكفه تميل لصالحنا. هل الناس كده قاسيه في حكمها وحكم مبكر قوي على مباراه وديه وجهاز فني في اول مباراه له؟ لا طبعا، الحكم لسه بدري، يعني صعب ان احنا نحكم على تجربه بوتسوانا دي ومنقيب التجربه بانها تجربه مش كويسه. لا، لازم كابتن حسام ياخد فرصته كما يجب، ولازم نسنده جماهيريا واعلاميا، وياخد ما نقيمش يعني. لا نستنى بقى فتره نشوف اجنده عمل خاصه ببطوله معينه ونقيم بعدها. بالظبط، احنا يعني الراجل لازم ياخد فرصته. احنا بنجيب مدرب واخد بالك بيكلفنا ملايين وبيشتغل وفي الاخر ما بينجحش، فاحنا المدرب الوطني ده لازم ياخد فرصته ونقف جنبه ونساعده ونوفر له الجو الكويس ونديله نفس الصلاحيات اللي بياخدها الاجنبي، واخد بالك، ونقف جنبه. احنا زي ما قلت لك اغلب نجاحاتنا او نجاحاتنا كلها على مدار التاريخ مدربين وطنيين، فاحنا لازم كابتن حسام او حتى غير كابتن حسام، واخد بالك، اي مدرب مصري لازم يدعم بطريقه كويسه. يعني بتمنى له التوفيق طبعا، بتمنى التوفيق ان شاء الله يكون منتخبنا موفق ويبقى في اتجاه صعودي في الاداء والنتائج، ومنحنى الاداء يزيد في الفتره الجايه، وان شاء الله نشوف الاختيارات في افضل شكل لها وادق اختيارات، ويكون الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري موفقين في مهمتهم، وينعكس ده على الاداء والنتائج مع منتخبنا الوطني الاول ان شاء الله في البطولات والمباريات والمنافسات القادمه. اخيرا كابتن احمد رجب، في الدقائق الاخيره عايزك توجه كلمه لجماهير الاهلي، لاعضاء النادي الاهلي، لمجلس الاداره الحالي، لقياده النادي، لقياده النجم الكبير الكابتن محمود الخطيب، عن كل الفتره اللي فاتت، عن شعورك بالانتماء للنادي الاهلي، اي معاني او رسائل حابب توصلها للناس؟ طبعا بتمنى التوفيق للنادي الاهلي الموسم ده، وبتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان هو ان شاء الله ياخد يحرز كل البطولات اللي هو مشارك فيها، وبتمنى نشوف النادي الاهلي ان شاء الله في كاس العالم للانديه، وبتمنى التوفيق للكابتن محمود الخطيب الفتره اللي جايه في يقود النادي طبعا على زي ما هو معودنا. بتمنى التوفيق طبعا للكره المصريه ككل ان شاء الله باذن الله، ان ربنا يكرم ان شاء الله يبقى موسم خير علينا كلنا، وان شاء الله بالتوفيق باذن الله. قناه النادي الاهلي دايما قناه مميزه، صاحبه الرياضه مش في مصر بس، في الوطن العربي كله. سعيد ان انا كنت موجود النهارده معاك يا استاذ محمد، شكرا على الاستضافه، نورتنا واسعدتنا. ربنا يخليك حبيبي. انا بشكر حضراتكم على المتابعه، بشكر ضيفنا ونجم النادي الاهلي السابق الكابتن احمد رجب، بشكرك مره ثانيه يا كابتن احمد. ربنا يخليك. ومره ثانيه بفكر بس كل الناس اللي بتتابع رياضه او مهتمه بالرياضه او الكوره في مصر، جماهيرنا الغاليه جدا علينا، جماهير النادي الاهلي، جماهير كل الانديه الاخرى، كل من يهتم بالرياضه المصريه سواء كان مقيم داخل او خارج مصر، كره القدم يا جماعه والرياضه مش معركه ومش خناقه، هي منافسه شريفه، والنادي الاهلي غني عن التعريف بتاريخه وانجازاته وبطولاته وارتباطه بكل الاحداث الوطنيه وانتمائه لهذا الوطن، وانه دائما ابدا كان على مدار الاداره المتعاقبه، ليس فقط مجلس الاداره الحالي بقياده الكابتن الخطيب، كل مجالس الاداره من وقت انشاء هذا النادي العريق وانطلاقه هذا النادي في عام 1907 وحتى يومنا هذا، ظل هذا النادي رمز للنجاح المصري وواحد من افضل صور النجاح المصري على كافه المستويات افريقيا وعربيا ودوليا. يا جماعه الكل يجب ان يسعى الى الحفاظ على الرموز الناجحه في مصر، نادي الاهلي، كل الانديه الثانيه اللي لها تاريخ وباع من البطولات، كلنا ندور ازاي مسابقاتنا تبقى اكثر احترافيه واكثر انتظاما، لا نتاثر باهواء او اشخاص او اراء، ما بنقولش النادي الاهلي فوق القوانين او فوق القواعد، بالعكس النادي الاهلي دائما ابدا بيضرب المثل ويجب ان يكون الاول بحجم نجاحاته واسمه وانجازاته في الالتزام بالقواعد وانها تسري عليه قبل ان تسري على الاخرين، ولكن
حق النادي الاهلي في الحفاظ على الفرص المتكافئه والمتساويه، وان ما يبقاش في حاجات بتخضع للاهواء في القرارات او في تنظيم البطولات، بقدر ما احنا بنحط نظام وسيستم احترافي الكل بيمشي عليه. ده هو مطلب النادي الاهلي، ونتمنى ان كل الاطراف تشتغل وتنظر للصالح العام اللي يخلي مسابقاتنا اقوى وشكل المنافسه عندنا افضل، ونقرب ولو خطوه او درجه واحده من النموذج الاحترافي في اداره كره القدم اللي بنشوفه في دول كثيره جدا حققت ارباح ونجاحات اقتصاديه وماليه وفنيه لا حصر لها. نتمنى نشوف جزء منها في مصر إن شاء الله في الفترة الجاية بإذن الله. بشكر حضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء.